واقع ان اداره تعليم جازان استقبلتنا بكل رحابه صدر من اول نزولنا في المطار الين وصلنا المعسكر، وايضا قبل حتى نزولنا في المطار تواصل مستمر، واحنا في الدمام ومتى راح تجوا احنا، وهذا الكلام طيب جدا بعد في نفوسنا الحماسه. واقع من جميل المعسكر هنا او المهرجان مجهز تجهيز كامل الحمد لله رب العالمين، من خلال تواجد القادة، خلال توفر الوجبات، حرص القادة على انضباط الكشافين ومتابعتهم أول بأول، وهذا الشيء جدا ممتاز، يحث الكشافين على التعلم أكثر فأكثر حتى يصلوا إلى مرحلة بروز. والله إحنا عندنا اليوم جناح الكتب وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم قبل 30 سنة تقريبا، يضم الكتب يضم عندي بذلة كشفية ترجع إلى عهد المغفور للملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله، وعندي مجموعة من الكتب تتفاوت من 1401 وتتفاوت سنوات. عندي نماذج من ثنائيات الطلاب، حفيدة مثلا، أحزمة، علبة للموية، أيضا كانت الوزارة في برنامج عندها باسم برنامج ابتسم، هذا البرنامج كانت توزع وجبات غذائية للطلاب، الآن انقطع طبعا وأصبح من التراث، ما في اسمها إن شاء الله، طبعا نجمع الركن.